السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نستخدم اداة اريز اللي هي المسح. طب عشان نمسح لازم يكون في حاجة نمسحها، نرسم بعض الاشكال اهوت اهوت. خلينا نعمل حاجة كده زي ما انت شايف، في امكانيات حلوة ان ترسم اشكال جميلة ببرنامج انسكيب. لما تيجي تمسح خلي ان انت مش عامل سيلكت على حاجة خالص، لان يعني انت لو عامل سيلكت على دوت وجيت تمسح عنصر اخر فمش هيمسح. هنستخدم اريز. تمام، عندنا الاختيار الاولاني هوت ان هو هيمسح اي حاجه هو يلمسها. طيب ممكن بعد كده اقول له لا، لما حاجه ده كات اوت فروم باس اند شيب، اهو الخط اللي انت بترسمه تقدر تتحكم في الويدث بتاعه، هيمسح الجزء دوت اللي انت تمشي بيه كانك اهو. ممكن مثلا تقعد تمسح بالشكل دوت. كانك انت بتمسح السبورة او حاجة زي كده يعني. تمام، ده بيمسح الباص اند شيب، وده كليب فروم اوبجكت من الاوبجكت نفسه. بيبان فرق مثلا لما تيجي عندك شكل زي دوت. تمام، هخرج من السيلكت واقول له انا عايز امر اريز. تمام، لو انا قلت له هنا كليب فروم اوبجكت مسح عادي خالص اهو. انما لو انا عندي الشكل دهوت، خلينا نعمل تراجع، وقلت له اعمل لي فروم باس اند شيب، هيمسح الشيب ويبدا يعمل لي تكمله للشيب بالشكل دوت. بيحافظ ان الاشكال تكون مغلقه زي ما انت شايف.